بعد فوز اليوفي على سامدوريا 2-0 يصبح اليوفي بطل إيطاليا كالعادة. البطولة 36 في تاريخهم، بقالهم 3000 يوم أبطال من 6 مايو 2012 لما كونتي قدر يكسب أول بطولة، ويجي بقى عصر اليوفي وزعامة اليوفي إلى سنتنا النهاردة. السنة دي هي أول سنة للساري بول، الراجل اللي جاي بفلسفته بخبرته في الدوري الإيطالي، الراجل اللي عنده كود بتقول أكسب لكن اقنع لازم. والحقيقة هو كسب لكن ما اقنعش بجنيه وربع. النهاردة ساري بيحقق بطولات لنفسه، تاني بطولة في تاريخه بعد اليوروبا ليج، بيصبح اكبر مدرب في الدوري الايطالي يكسب الدوري، لكن اليوفي وقفله. طب وبعدين يعني؟ طب احنا يعني مفيش اي جديد ولا انبهار في اللي انت عملته، وكل جمهور اليوفي مش مبسوط وغير فرحان ومتشائم وعايز يمشي النهاردة قبل بكرة. نقول لهم استنى تشامبيونز ليج عندك، اديله فرصة، يقولك ده خسران مليون المنيل، اديله فرصة يغرقنا اكتر ونخش بقى في الدوري ونكر سنة ورا التانية ورا التالتة. وحلم الابطال اللي اليوفي وقدرته وجمهوره ما بتحلمش غير بيه عمال يتبخر بعد السنة دي. فتعالوا النهاردة، عندي افكار كتير عايز اكلمكم فيها يا رزيعة. مقارنة سريعة على كونتي وأليجري، اخر ابطال واحد واخد 5 دوري، واخد 1-3، لكن مفيش اي اوروبا. هل هتحصل تحت ساري؟ هل هيمشي ساري؟ تقييم سريع للعيبة، نحاول نلاقي اي ميزة للراجل الغلبان ده. لكن قبل كده الف الف مبروك، انا عارف انها حاجة طبيعية بالنسبة لك، لكن واحد زي بيشجع الارسنال هيبقى فرحان اكتر منك، يعني ليك انت بالدوري بتاعك، لكل جمهور اليوفي العظيم. لايك وسبسكرايب لو بتحب الحلقات دي، افتح التنبيهات عشان تجيلك اول حلقاتنا اول ما تنزل، تابعونا على الفيسبوك، تابعونا على انستجرام، ويلا نوصل الرزيعة لنص مليون رزيعة، ودخلنا على الكالتشو وحلاوة الكالتشو. اهلا بيكم يا رزيعة في حلقة جديدة من حلقات رزع اوروبا. النهاردة جايين بعد تتويج اليوفي نحكي القصة يا جماعة، نشوف ليه الجمهور اليوفي برغم التتويج والحاجات العظيمة دي اللي الواحد مش حاسس بيها متضايق، يعني مش مبسوط قوي زيها زي اللي خلاص عارف العيل اللي هو بيجي عندي منها كتير او مش عايز اللعبة دي تاني. النهاردة فريق من 2006 بيحصل له كارثة بعد عرقته وتعملقه في ايطاليا، الاتحاد الايطالي بيصدر قرار في تلاعب ومشكلة الكالتشو اللي لو عايزين نبقى نعمل لكم عنها حلقة مخصصة في وقت فاضي سيبولي تحت في الكومنتات. الفريق بينزل وبالكمان يعني بالزيادة بيتخصم منه 9 نقط، وبيحارب عشان نجومه يفضلوا معاه، في اللي بيمشي وفي اللي بيقعد. اليوفي بيكتسح الدوري الدرجة التانية، بيطلع في سباق تاني مرة اخرى للاضواء ويشوف هيعمل ايه. ومن اهم القرارات اللي اتخذت ساعتها هو تعيين تشيرمن اندريا انيلي، الراجل اللي اثر جدا جدا على شكل استثمار النادي. الراجل ده اول ما جه قال بكل بساطة خلال 10 سنين هنبقى نادي نقدر نشتري ميسي ورونالدو، هنبقى نادي اقتصاديا زي مدريد وبايرن والفرق الكبيرة، ونجيب بطولة اوروبا. الراجل اللي وعد جمهوره ان عصر مورينيو انتر ميلان وعصر ميلان نفسه هينتهي، واليوفي هيبقى على زعامة الكرة الايطالية. تاني اهم قرار كان موراتا السبورتنج دايركتور اللي دلوقتي موجود في انتر ميلان بيبني بروجكت نفس اللي عمله مع اليوفي خلاهم يتربعوا فعلا على العرش. ابتدت القصة بديل نوري، تعيينه كمدرب ومعاه مساعد صغير اسمه كونتي. ديل نوري بيفشل تماما، بيدوا الفرصة لكونتي، عايزين الدوري، هل يقدر يعملها المدرب الصغير ده؟ وبالفعل 2011 بتبقى يعني سنة السعد على اليوفي، بيجي الراجل بيحقق اول دوري من 9 سنين. تقول لي سر احنا واخدين دوري 2004 ازاي؟ اقول لك يا عم ما هو اتلغوا، ما الفضيحه دي لغتهم فوق معانا ليغفلونا. فبيجي الراجل ده ومش بس كمان بيكسب الدوري، بيكسبه انفينسيبل بدون اي خساره، وده شيء صعب جدا على اي نادي يعمله. تتكلم في 23 فوز 15 تعادل، بيخسر في الكاس قدام نابولي وما كانش عنده اي بطولات اوروبيه بيشارك فيها لانه كان طالع السابع، فموسم بيبتدي الاداره بتقف على رجلها وبتقول انا جيت. بيبتدوا كمان يضموا لعيبه، وبنشوف اداره اليوفي بتفكر ازاي وبتمضي مع لعيبه باسعار قليله جدا لو ما كانتش اغلبها ببلاش. عندك الموسم ده ضموا لعيبه زي بيرلو، زي فيدال، زي
شتاينر وزي كاسيراس الواد اللي شبه نصوحي. 2012 بيجي كونتي ايضا بيفوز بالدوري فرق 9 نقط عن نابولي، الاداره بتدعمه بلعيبه ببلاش ابرزها كان بول بوجبا من مانشستر يونايتد، بالاضافه لوسيو فاكرينه البرازيلي المدافع مع انيلكا من تشيلسي، لكن بيفشل كونتي ايضا في دوري الابطال وبيخسر الكاس من لاتسيو. الاداره تبتدي تتكلم مع كونتي تقول له اختبار اخير يا عم الحاج، عايزين اوروبا خلاص حلو الدوري على الاقل كاس ودوري ثنائيه يعني نحرك نفسينا شويه. كونتي كالعاده بيحقق لهم الدوري، ثالث دوري على التوالي، مفروض يبقى انجاز كبير، فرق كبير جدا عن روما، لكن تاني بيخسر في الكاس. والتشامبيونز ليج ما بيعديش اصلا دور المجموعات وبيروح اليوروبا، بيخرج من السيمي فاينل عن طريق بنفيكا. من هنا تعرف لما قررت اداره اليوفي تقول لكونتي سلام، الدوري ده شيء خلاص عندنا منه كتير، عايزين نبقى بقى بقول لك ريال مدريد وبرشلونه والحته بقى العاليه دي بقى ونبقى ايه جامدين. ماشي يا عم الحاج كونتي، وروح بص على مين، بص على أليجري الراجل اللي كان محقق انجازات كبيره جدا في اي سي ميلان، قدر يجيب لهم دوري بامكانيات ما كانتش الاعظم. طب تعالى يا عم أليجري، عايزين بقى اوروبا. في بدايه ما اروحها بعد اضافات زي افرا وكومان واعاره مرتا من ريال مدريد، أليجري بيخش بيدمر الدوري وبيكسب الكاس كثنائيه ورايح ياخد الشامبيونز ليج وبيوصل للفاينل، بيصطدم بالام اس ان في عزها وبيخسر بالتلاتة قدامهم. الراجل الإدارة بتنبسط بيه جدا، تقول لك هو ده بقى، هو ده اللي كان ناقصني، يعني ايه الراجل قدر يوصلني في أول موسم للنهائي، يبقى خلاص البطولة جاية خلال سنتين تلاتة بالكتير قوي. سنة 2015-2016 بيجي أليجري تاني بيكسب الدوري في كامباك تاريخي بعد أول 10 مباريات انهيار اليوفي، بيرجع الراجل بيعمل يعني منظر مرعب في الدوري الإيطالي، ما بيخسرش ولا مباراة من اللي كانت متبقيين له، بيكسب 73 من اصل 75، بيكسب الكاس لكن بيفشل وبيطلع عن طريق البايرن في ماتشين رائعين طبعا كلنا فاكرينهم، وبيفشل تاني سنه في اوروبا. 2016-2017 أليجري بيجي بيضمن الدوري الايطالي مش بس كفوز، هو بياخد كل اللعيبه اللي بتطلع، عندك صفقه هيجوايين من نابولي الصفقه الابرز ثالث اغلى صفقه في الدوري الايطالي، الراجل مكسر الارقام القياسيه كتهديفا في الدوري الايطالي، بيضمه بيبيع بوجبا برقم خيالي مره اخرى ب 120 مليون ليونايتد، بتشوف الاستثمار شغال ازاي، بيروح ياخد جوهره روما بيانيتش عشان يضم معاه في صفوفه، بيكسب كاس ودوري، بيوصل فاينل تشامبيونز ليج قدام مدريد، خلاص بقى هتحصل يا أليجري، بيصطدم باقوى نسخه لريال مدريد في ثلاثيه زيدان، النسخه اللي كانت منيمه الدوري بفريق وبتلعب في الابطال بفريق، بيكسبوهم بالاربعه وبينهار أليجري. على قد ما الإدارة كانت متضايقة لكن كانت شايفة الفرق بين كونتي وأليجري، الراجل بيوصل. في ناس من جمهور اليوفي كانت تقول لك لا يا عم جبان وكرته دفاعية، الحقيقة الاتنين كانت كرتهم دفاعية يا جماعة، لكن أليجري كان موصلك، كان بيعرف يوصل. 17-18 دي سنة فاصلة، سنة مهمة جدا من إدارة اليوفي، بتشوف الإدارة بتفكر إزاي، بتبني الملعب الجديد بتاعها، ملعب الأليان ستاديوم، الريبراندنج اللي بيحصل في النادي، تغيير اللوجو القديم اللي إحنا عارفينه اللوجو اللي هو البسيط قوي والله العظيم عندي نادر يعمل احسن من اللوجو ده 17 مره، لكن اي ارزاق اللوجو بيتباع، ورئيس النادي عمال يدخل فلوس، وبنشوف النادي بيتطور وفعلا حلم اوروبا بيقترب جدا كل سنه، بيبقى اليوفي واحد من ابرز المرشحين انهم يكسبوا البطوله. السنه دي يوفي بتكسب الدوري طبعا كالعاده، لكن بعد صراع ازلي مع نابولي، بتتكلم في 27 اسبوع نابولي الاول، بتيجي اليوفي بتنيمها عشان تثبت للعالم ان ايطاليا تحت ايديها. اما عن الشامبيونز ليج فبيقع للاسف مره اخرى مع ريال مدريد، تاني، والوقعه الشهيره بتاعت رونالدو والجون الدبل كيك اللي كل جمهور اليوفي قاعد يسقف له، وهو اللي اتكلم عليها ان هي ودته اصلا اليوفي بعد ما دخلوا قلبه بالتسقيف اللي حصل له في الملعب، بيرجع اليوفي بيعمل ماتش كبير قوي مع أليجري في السانتياجو، بيعود بثلاثه، بيعود رونالدو ببنالتي متاخره، بيضيع الحلم الاوروبي، بيحصل صدمه اكتر من كلام أليجري اكتر من الخساره. لما بيحصل له انتقادات كتير وأليجري بيقول والله النادي اصلا عمره ما كان بيوصل اوروبا كده سنه ورا التانية
تانية العادي ما كانوش اصلا بيوصلوا. فاللي انا بيحصل معايا ده شيء كويس الى حد ما، شيء معقول جدا، شيء انا يعني شايف ان هو انجاز للنادي. طب هل ده التخبيط اللي ماشي أليجري؟ اطلاقا شوف الاداره اتصرفت ازاي، راحت جابت له الراجل بتاع دوري الابطال رونالدو. بنصحى بنتفاجئ في موسم كاس العالم بخبر مرعب، رونالدو بيجي ب 100 مليون يورو الى اليوفي السيده العجوز، تحدي جديد للراجل جاي يكسب اوروبا مع هذا الفريق. لكن أليجري كالعاده بيكسب الدوري، بيجي في الكاس الصدمه، بيخسر الكاس من اتلانتا وبيخسر من ايكس في دور الثمانية في الشامبيونز ليج بالجيل المرعب اللي كان طالع، بعد ما رونالدو هو اللي صعده قدام ماتش خايب قدام اتلتيكو مدريد. الراجل بيعمل اللي عليه، الجمهور بيحامى على رونالدو وبيقول المشكلة في أليجري الجبان، وبيطلع أليجري بنفس التصريحات العجيبة بيخبط تاني، وهنا الإدارة قالت له مع السلامة، روح ويجي غيرك 10. ده احنا معانا فريق دلوقتي وبنصرف صرف، شوف بقى شوف اللي جاي هيحصل ايه. تعالى يا عم ساري، تعالى مش مقدرينك في انجلترا بعد اليوروبا ليج، وبعد كمان ضمان التأهل للشامبيونز ليج عن طريق الدوري، تأكيد الشامبيونز ليج مرتين، عنده مشاكل كتير مع اللعيبة، بيفقد السيطرة على اللعيبة والشخصية بتاعتهم، مشاكل كتيرة جدا كان أبرزها مع كيبا، بيجي ياخد فرصته في الدوري اللي الراجل تألق فيه سواء مع إمبولي أو سواء مع نابولي، الراجل اللي كان عامل مشاكل لليوفي في آخر سنين. اتفضل ورينا الساري بول وبنتفرج على مساخر طول الموسم. خلينا صراحة يا جماعة، أنا قلت لكم مبروك والكلام لطيف جدا والسيطرة حلوة والقوة جميلة، لكن خلينا على أرض الواقع، الراجل ده يا جماعة قدم إيه وعمل إيه؟ وهنتكلم بفير كده، ولا إحنا يعني هو اسمه على اسمي، هو موريتسيو ساري وأنا موريتسيو سري، فما فيش عداوة. هل شفنا من ساري سكسي فوتبول؟ ما شفناش. هل شفنا من ساري كرة دفاعية زي كونتي وأليجري؟ ما شفناش. هل شفنا شخصية اليوفي موجودة وبينيموا إيطاليا من المغرب؟ ما شفناش. هل لو الفرق الإيطالية كانت جامدة شوية وموقعوش بعض كان اليوفي هيبقى بطل السنة دي؟ لا شفنا. طب بالراحة ونمسك الأرقام كده على الورق ونشوف كل موسم من المدربين أليجري وكونتي وساري أرقامهم سريعا المهمة، هتلاقي إن كونتي حضرتك لاعب 43 ماتش جايب 21 كلين شيت، أليجري في أول موسم لعب 57 ماتش جايب 27 كلين شيت، ساري لعب 48 طلع ب 17 فهو أقلهم. كونتي بالكرة الدفاعية جايب 77 جون، أليجري جايب 104 جون وكانت كورته كويسة جدا هجوميا. أما عن ساري فواقف في النص بين الاتنين ب 96 ولسه عنده ماتشين ولسه عنده تشامبيونز ليج، فكورته الهجومية ممكن تكون قريبة من الكرة الدفاعية جدا اللي كانوا بيقدموها المدربين التانيين. بس لو بصيت على الدفاع هتلاقي ان ساري حتى دلوقتي ولسه في ماتشات داخل فيه 45 جون، أليجري داخل فيه 40 وكونتي 26 بس. يمكن حسنة ساري هي النقط السنة دي في الدوري، أول موسم لكونتي جاب 84 نقطة، أليجري كان 87، أما عن ساري فلحد النهاردة معاه 83 ولسه عنده ماتشين، يعني ممكن يوصل للنقطة 89. لكن لو جينا يا جماعة نتكلم بقى في أرض الواقع، سيبك من الأرقام ارميها خلاص دلوقتي، أنت بتتكلم على فريق ما كانش عنده إمكانياتك دي، سواء كونتي المدرب الصغير اللي لسه جاي يمسك فريق لسه صاعد وبيتكلم في أول دوري في الرجوع، أو أليجري برضو اللي ما كانش عنده إمكانياتك وما كانش عنده رونالدو ودليخت بكم مليون وده هيدفع في كم مليون والاستاد والبراندنج والحركات واللعيبة، انت واحد جاي مفروض عندك خبرة مع نابولي وعندك خبرة في الدوري الايطالي كويسة قوي. ومن هنا نيجي للسؤال يا جماعة، هل ساري معرفش يوصل اللي هو عايزه للعيبة؟ ما هو بالعقل، معدل اعمار اليوفي كام يا جماعه؟ بتتكلم على لعيبه كلها في اواخر الثلاثينات، في نص الثلاثينات، عندك كام لعيب عنده 35 سنه في اليوفي جاي يتعلمهم كوره النهارده؟ نلعب على الارض بقى يا بنوتشي وكليني هعلمكم حاجه جديده، انسى ماتويدي، انسى، مش دي قوته خالص. لو تبص على بيانيتش وقال لك بيانيتش بقى هي مخمخ مع عم ساري ما شفناش منه حاجه وعايز يمشي، وقال لك ماشي لا هات لي ارثر يمكن الصفقه الجمهور مبسوط بيها اكتر اقتصاديا احسن، لكن انت تبيع لعيب كان عندك جوهره في نص الملعب. واحد زي رونالدو النهارده بيشوح من البري سيزن مش مبسوط، جايب لك من 30 ل 35 جون مضمونين في جيبك كل موسم ما بتحققش بيه حاجه، رايح تخسر لي من جاتوزو اللي لسه جاي بيقول سلام عليكم في التدريب، راح كسبك في الكاس وخد منك الكاس يا مغفل. ده غير طبعا مشروع لاتسيو جدا الناجح اللي اداك في السوبر وضغط عليك جدا في الدوري طول الموسم، ولولا الخمس ماتشات اللي الراجل خسرها بعد التوقف
كان زمانه دلوقتي هو اللي بيحتفل بالدوري ومبسوط قوي، وانت شكلك في غفله. كنت مع انتر ميلان بيقول لك لسه ما كونتش الفريق ولسه بحضر نفسي، وكان ضاغط عليك جدا، وبرده لولا التوقف كل شويه نقول له اهو اليوفي مش عايز الدوري، حد ياخده، حدش عايز ياخد الدوري. لاتسيو بتسيب الموضوع، اتلانتا بتتعصر يعني في ميلان بتفوق عليها فبتوقعها، وتيجي انت تتعادل معاها في ماتش كان هم الافضل فيه، ماشيه مع ساري بالبركه كلنا شايفينها. ناس تقول لي طب يا سري، ما في ناس بتتكلم على اللعيبه اللي فاقت جدا زي ديبالا وزي شيزني وزي ديليخت. اقول لك ثانيه واحده، ديبالا كان عايز يبيعه، كان هيتباع لتوتنهام او لمانشستر يونايتد في اول السنه، ولولا الحظ ان هو لاعب، ولولا الحظ ان رونالدو وافق ان ديبالا يلعب جنبه، لان ساري كان بيقول لك والله رونالدو الراجل الاهم، ومش عارفين يتفاهموا هم مع بعضهم، انا عايز لاعب هيجوين الراجل بتاع نابولي اللي ايضا فشل تماما تحته في اليوفي. مات خالص اجوين بالكوره بتاعت ساري في سنه ده، مش قادر يتقبل الفكره، الراجل سنه لا يسمح. تقول لي ديليخت مقدم مستوى، اقول لك ديليخت جاي لك مكسر اوروبا السنه اللي فاتت، جاي يعني بينهش في العظم، السنه دي مستواه واقع، السنه دي تدريجيا الراجل ابتدى يطلع واحده 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 الحفل فعلا لحد ما وصل للمستوى او قرب من مستوى السنه اللي فاتت. شيزني كويس؟ ما طبعا، ما هو بالشكل الكور اللي بتروح عليك لازم شيزني يبقى عامل موسم كويس بالنسبه لليوفي. النهارده مفيش اي تناغم، مفيش كورتين على بعض عارفهم من اليوفي، كله مجهود فردي، في تناغم بسيط قوي بين ديبالا ورونالدو حصل في الاخر. قوه بقى شخصيه رونالدو بتشوفه في الملعب، وبيندى وبيروح وبيجيب الاوت وبيجي وبيزعق، وشخصيه عايز اكسب، وشخصيه عايز انافس على الهدافين، مع موهبه خارقه اسمها ديبالا كسبتك السنه دي الدوري، شويه خبرات كده على ملح وفلفل كمون كسبت. لكن لازم تفوق وتعرف ان السنه الجايه ما انتش هتاخدها كده، اتلانتا ده هيفوق اكتر، والبروجكت بيتبني كل سنه. ميلان ابتدينا ان بيقول اللي بيعمل مشروعه وجاي في الطريق، لو ما كسبش الدوري يا سيدي ماتشاتك مش تبقى معاه سهله، واخرهم لما اداك 4. الله اعلم، روما ونابولي هيفوقوا من اللي هم فيهم وبتشوفهم احسن، عندك لاتسيو اللي كان بينافسك وانتر هيبقوا منافسينك الاقوياء جدا السنه الجايه، شوف انت بقى. واحد يقول لي يا سر انت ظالم، اقول لك يا عم طب بص على افضل هجوم في الدوري، فين اليوفي؟ انتر ميلان ارقامها احسن، اتلانتا طبعا مش هنتكلم عليها في حته ثانيه، لاتسيو احسن منه. طب الدفاع اللي هو اصلا ساري مش كره دفاعيه، هتلاقي برده انتر كونتي متفوق وهو افضل دفاع. تحس ان اللعيبه ما هياش مبسوطه بساري قوي، يعني ماشي يعني قشطه تمام، يعني في لعيبه بتحبه، الراجل حقيقه ما يتكرهش، الراجل جميل يا جماعه، وقصته وساب البنوك ورجع يدرب كوره حاجه جميله، لكن فقد السيطره على شويه على الفريق، زي بالظبط اللي حصل في تشيلسي، ما حصلش مشكله كبيره لكن باين انك مش مالي عينهم. طب هل الاقاله قربت يا سر؟ يعني ممكن نشوف بيحصل له اقاله؟ مستحيل يحصل اقاله قبل تجربته في الشامبيونز ليج، مش هيلحقه خلاص، انت بتتكلم في 10 ايام الشامبيونز ليج هيبتدي، مستحيل يجيبوا مدرب يخش كده فجاه على ليون اللي كسبانك 1-0 حتى، ودي من الضغوط اللي على ساري، يعني حتى في الشامبيونز ليج واقف ان انا ده انا مش ما كسبتش البطوله، ده انا خسران في دور ال 16 من يعني فريق تعبان جدا في فرنسا، ما كانش حتى الاختبار يا اخي، وعارفين ان ساري هيعدي عادي جدا من ليون، يعني ما كانش هتبقى مفاجاه لما يكسب، لكن خش بقى على سيتي او مدريد اللي هتلاعبها بعدها، خش لو راجل على جوارديولا بقى والفوتبول ده هيبقى سكسي سكسي بقى اللي هيحصل. طب هل انت يا سري تؤيد رحيل ساري؟ اقول لك تفرق، انا اقول لك لا اديله فرصه، شوف بعد كلامي ده كله، ما هو الراجل يا جماعه جايب بروجكت وانت اللي جبته، سيبه بقى سنه سنتين ثلاثه اديله فرصته، ممكن يطلع حاجه على ثالث سنه يبقى فعلا جاب لك تشامبيونز ليج، مفيش اصل انت هتروح تجيب مدرب هتديله سنه برده ما كسبش في اوروبا يمشي، مش كده. لكن اتوقع اي اتوقع ان هو لو حصل اي مفاجات خارج ان اليوفي يبقى في السيمي فاينل او في الفاينل، ممكن تلاقي اداره اليوفي بتعمل قرار مفاجئ وبتمشي ساري. طب مين اللي يجي سريعا عشان نبقى جبنا كل حاجه؟ الاخبار بتقرب موريتسيو بوتشيتينيو، عشان يبقى جابوا موريتسيو ساري، موريتسيو بوتشيتينيو، فاضل موريتسيو ساري ويبقى كلنا عدينا على اليوفي. عندك كلام كمان على انزاجي مدرب لاتسيو بالبروجكت اللي هو بيعمله، عايزين يجيبوه، لكن يعني ما اظنش ان دي اخبار هتبقى قريبه، اظن ان ساري مكمل وهنشوف المشروع هيكمل عليه. قول لي انت رايك، شايف اليوفي ماشي في الطريق الصح؟ شايف ان المفروض ساري يمشي ولا المفروض ياخد فرصته ويكمل؟ احب قوي اعرف رايك في الكومنتات، اعمل لايك لو الحلقه عجبتك، ده كان كل اللي عندي، اشترك معانا في القناه عشان نبقى 500,000 رزيع ان شاء الله في اقرب وقت قبل اخر السنه، اشترك معانا على الفيسبوك، اشتركوا على انستجرام، بنطلع لايف وهنطلع الفتره الجايه اكتر واكتر، وكفايه رزع قوي لحد كده.